معايا مسحق ثوم. ثوم عندي راس ثوم كبير لانه كما نعرفوا السردين يحب الثوم. هيا عندي الهريسه، ما نكثرش الهريسه بزاف، على بالنا بلي السردين يحب الهريسه. انا درت كميه قليله، في الدار الا ما تحبوهاش تقدروا تستغناو عليها، واذا تحبوا حاجه حاره تقدروا تضعفوا الكميه. هنا فلفل الكحل، الكمون، الكمون كيما على بالنا كامل السردين يحب الكمون. انا درت تقريبا 3 ملاعق كمون. عندي فلفل عكري من نوعيه جيده، ماشي هذاك اللي يكحلكم المرقه ديالكم. لهنا هذا العكري باش يعطيني اللون. لهنايا ندير غير على راس المغرب شويه زعفران حيمد لي لون شباب لهاد الترميل. هنايا ندير طماطم مصبره، ندير الملح عفوا، عندي ملعقه طماطم مصبره. لهنا هاد الطماطم مصبره تقدروا تستغناو عليها في هاد الوصفه، راح تمد لكم لون شباب. هنا واش ندير؟ عندي زعتر، حق عصرة قارص، هنا الليمون يمد طعم بزاف مليح للسردين. هنا واش ندير؟ زعتر كنت درت، ندير الزيت، ندير شوية لهاد الشرمولة. هنايا اللي يحب زيت زيتون يقدر يدير زيت زيتون، هاد شرمولة حيمد الطعم بزاف مليح للسردين. حنا والفنا زيت زيتون ما نطيبوش به بزاف، نديروه حنا لشلايض ولا نديروه كي ما نطيبوش حاجة. دونك دير زيت عادي، وكي نطفي على هاد الطاجين نزيد له شوية زيت الزيتون. لهنا نجيب شوية ماء، دير الترميل ديالي. لهنا ما نكترش غير شوية باش تمشي لي هاد الشرمولة. حرك مليح هاد الشرموله. كنتو شتو واش درت فيها؟ درت ملح، فلفل عكري، فلفل اسود، كمون، شويه هريسه، زعفران، وطماطم مصبره، والحشيش، والمعدنوس، والزعتر، ودرت الزيت. الشرموله اللون تاعها راهو يشهي. نخليها لهنايا شويه باش ماريني فيها السردين ديالي، ونجوز نوريلكم كيفاش نبدا ندير الفلفل. هنا واش ندير؟ هذا الفلفل افون كنا نديروه يفور، بعد كيفور نرحيوه باش نخدموا به هذيك الدرسه اللي خدمتها انايا. هنايا واش حندير؟ مانيش حنفورو، حنا نحبوا شويه لي غوسيت غابيد وفاسيل. راني حنطيبو في لا كوكوت. دير شويه تاع الماء، ما كثرش الماء بزاف، لانه الفلفل لهنايا حيعطيني يزيد يطلق لي الماء كي يطيب في لا كوكوت. لهنا لاكوكوت سرع لي لاكويسون وما نطولش فيها. افون قلت لكم ديروه يفور، نقعد نستناوه يفور يشد شويه الوقت في الفوار. دونك هنايا نفوروه دو بريفيرونس، انا نسرع الكيفيه، قلت لكم نحبوا من داك وصفات سهله وما تشدش الوقت. ندير الفلفل، الفلفل لهنايا الكميه اللي راكو حابينها، لا راكو رايحين حابين تخبوا بزاف الفلفل، ديروا كميه كبيره لانه هذا الفلفل حيولي لكم والو بعد ما يطيب ونرحيه ونصفيه. لهنا عندي قريب 2 كيلو فلفل، نتوما في الدار ديروا كميه معتبره لانه مش حيخرج لكم بزاف. ناخذ اول اتصال نهار اليوم. الو 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 الو، مساء الخير شيخ الانوار. الو مساء النور، من فضلك نقصي التلفاز وسمعيني من الهاتف من فضلك. الو هاني من الهاتف. هاني نسمع فيك، تفضلي. يعطيك الصحه على الاطباق اللي قاعده تخدمي فيها. سلمك صحح ايمانك، لا شكرا على واجب حبيبتي. يعطيك الصحه انت وكل اللي شاف اللي فات وكامل واللي عفوته منا. يعيشك، تحياتنا كامل اللي شاف. يعيشك. كاش ما عندك اقتراح؟ كاش ما كي حابه كاش وصفات نجوزوهم لك؟ والله كل الوصفات اللي راكو ديروا فيهم كل الله يبارك، كل ناجحين، جربنا كل الوصفات تقريبا اللي درتي. الحمد لله. يعطيك الصحة إن شاء الله. يعيشك إن شاء الله.
وربي يخلي لك ميمتك ان شاء الله. امين يا رب. شكرا. ايوا الطاقم كامل راكم مشكورين على تاعكم. ماشي، لا شكرا على واجب حبيبتي. المهم هذه هي لها يعطيك الصحة ان شاء الله. امين يا رب، يعطيك الصحة. شكرا على الاتصال. معاكم. سلامة. فضلكم كي تعيطوا لنا نقصوا للتلفاز وسمعونا من الهاتف، لانه المكالمه ما تلحقناش مليح كي تسمعونا من التلفاز. هنايا الشرميله تاعي راهي واجده، واش ندير؟ نجيب سردين تاعي وندير له هاد الشرموله كامل. شحال ندير هنايا الشرموله؟ كنت جبتها راكم تشوفوا اللون تاعها يشهي. ديروا كميه معتبره لانه هاد الطاجين يحب تشرميل بزاف. هنا واش ندير؟ نحكي من الحبه تاع السردين، ندخلها كامل هنايا ونحطها هنايا، ولا نعاود نردها للصحن ديالي كيما نقدر. هاد السردين نحطو كامل هنايا ونبدا نحرك فيه حتى يدخلو كامل هاد الشرموله. حبات هادو ما ندخلهم مليح، يا دو بريفيرونس كي نديرو هاد الطاجين كي نديرو هاد الشرميل نخلوه ساعه او ساعتين باش يشرب هاد الدرسه. بعد ما يشرب هاد الدرسه نخدمو به الطاجين ديالنا. على بالنا الحاجه كي تتماغينا وتقعد في الدرسه حتجي بزاف بنينه، خير من نديروها في مثلا انا نديرها دوكا باش نوريكم الوصفه. بصح كي نجي ندوقها ما حاش يجي لو ميم كو كي تخلوه ساعه او ساعتين في هاد الشرميل. قلت لكم حنايا في الجزائر نديرو ثوم وكمون شويه فلفل دريز، نديرو درسه خفيفه ونديروها للسردين مع الكمون، سواء نقلوه سواء نديروه شطيطحة سواء دي بولات دولما سواء نديروه في الفوغ. بصح الطاجين اللي نرافقتو بالخضار الطعم تاعو بزاف بنين. هنايا نكمل نشرمل الحبات ديالي. هاد الوصفة دو بخيفيرونس ديرو لها سردين شوية كبير كيما راكو تشوفو. السردين تاعي نقيتو نحيت له الشوك هذاك تاعو وتحصلت على هاد لوفيلي تاع السردين. هنا السردين بعد ما نغسلوه ندير له عصرة قارص ونخليه حتى يجي وقت لنسحقه ونشرمه. لهنايا نوري لكم كيفاش حندير هاد لي سردين، سواء نلويهم سواء نخليهم هكا مفتوحين، نتوما لكم الاختيار. انا نوري لكم كيفاش حنزين هاد الطاجين. انا تعجبني المأكولات اللي طيب في الطاجين لانها صحية. علاش صحية؟ هاد لي طاجين البخار اللي حيتشكل فيه الريحه كامل وداك الماء تاع هاد السردين ولا الخضار ايتو راهو راح يقعد منه ليه، معناتها ما حنزيد اضافات ما راني حنزيد الماء. كيما على بالكم طاجين مغربي ما نمرقوهش بزاف، حيطيب غير في الفوائد ديالو. دونك هاد اللحوم ولا الخضار حتقعد محافظه على الفيتامينات ديالها. انا لهنايا افون ما كناش نديرو هاد لي طاجين ماروكان، صح درك دخلتنا هاد الثقافة تاع نطيبو في الطاجين لأنه شفنا بلي الماكلة تاعو صحية وبنينة. تحياتنا للشعب المغربي الشقيق اللي عنده حضارة واسعة في الطبخ، هما محافظين على التراث تاعهم يطيبوا في لي طاجين ايتو. حنايا مع الوقت نحبو نزربو شوية ايتو، بصح كيما على بالنا السردين يا ربي 10 دقائق 5 4 ساعة وهو طاب. دونك دو بريفيرونس نديرو في الطاجين باش نتحصل على بنه احسن. لهنايا حبات تاع السردين تاعي شرملتهم كامل. هاد الشرموله اللي تقعد لي انا رايحه نسحقها، شرمل الحبات تاع السردين ندخلها كامل في هاد الشرموله كما راكم تشوفوا ونحطها. دو بريفيرونس هادو اللي قلت لكم نخليهم ساعه او ساعتين باش يتشربوا البنه تاع لي زيبيس والثوم. لهنا ديروا راس كبير تاع الثوم لانه السردين يحب الثوم. نشرمل كامل الحبات تاعي تاع السردين ونجوز نوري لكم الطريقه كيفاش ندريسيهم في الطاجين ونخليه يطيب باش نجوزو ونكملوا كامل الوصفات ديالنا. لهنا الشرموله تاعي راهي السردين راهو واجد، نجوز
نوجد الخضار اللي تروح للطاج. دير هنايا هذه نخليها لاني نسحقها. قلت لكم درساها ولا هذه الشرميله ديروا كميه كبيره، لانه كما شفتوا درت كميه نصها راح كامل للسردين والنص هذايا حنديروا في الطاجين. واش ندير هنايا؟ نجيب هذا الطاجين اللي قلت لكم ماغوكا لهنا، حاجه تعطين كامل على بالنا باللي فيها البنه تجي بزاف مليحه. هنا واش ندير؟ نرش هذا الزيت، بعد ناخذ هذه الخضار نديرها كقاعده. لهنا واش ندير؟ العواد تاع الكرافس، لهنا العواد ماشي الاوراق، هاد العواد حيمدوا لي الماء لهذا السردين تاعي، حيتلقوا الماء تاعهم باش ما يلصقليش السردين ويمد طعم مليح لهذا الطاجين تاع السردين. هيا نحي هاد الاوراق لانه قلت لكم نسحقوا غير الاعواد. لهنايا تقدروا تستغناو على الكرافس الا ما كانش عندكم، تقدروا تستغناو عليه في هذه الوصفه. احنا لهنا نحطوه كقاعده باش ما يلصقناش السردين ويزيد يعطينا بنه لو بلا ديالنا. لهنا واش ندير؟ نجيب البصل ونفرشو ثاني كقاعده من تحت. هاد الخضار كامل حيدبالوا ويتلقوا الماء تاعهم، يمدوا لنا بنه رائعه لهاد الطبق. واش ندير هنايا؟ هاكو تشوفوا البصل ما درت له ولا لي زيبيس لا حتى حاجه. نجيب هاد الشرميل نزيد له شويه ماء، لانه نسحق شويه يكون ليكيد. شوفوا هنايا نحاول نريكيتيري كامل هاد الشرموله. ناخذ ثاني اتصال لنهار اليوم. الو 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 الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كراكي الشيف؟ صافا الحمد لله. سؤال عليك؟ صافا الحمد لله. الحمد لله يتسع لك الخير. صافا وانتم لاباس؟ شكون معايا؟ معك امينه من عين تيموشنت. مرحبا بك امينه وبناس عين تيموشنت. لا بروميير فوا يعيطوا لك من الغرب من عين تيموشنت. اكزاكت. لا لا ما فيني يعيطوا من عين تيموشنت. اي معليش. صافا راكم غايه؟ صافا الحمد لله. سؤال عليكم وانتيا؟ الحمد لله يعيشك. الحمد لله. انا بغيت ندوموندي منك ديري لنا غير لي تارت. لي تارت دانيفيرسير ولا لي تارت او فروي ولا نورمال؟ ان شاء الله ان شاء الله في الايام المقبله نحاولوا نلبي لكم كامل الرغبات ان شاء الله. راكم في القمه. شكرا يعطيك الصحه. ما عندك طلب اخر؟ لي تارت او فروي. وي ايه فهمتك خلاص ان شاء الله. ان شاء الله نقدم اهداء. بيان سور تفضلي. لي تارت او فروي وي سي سا. تفضلي. نقدم الاهداء للعائله تاعي هي الاولى لا فامي زواوي كاع، خاصه الام تاعي والاخت تاعي فاطمه ربي يخليها لي ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظهم. ان شاء الله يكونوا سمعوا الاهداء تاعكم. ربي يحفظهم ان شاء الله. ان شاء الله. هيا بونجور ني. يعطيك الصحه. شكرا على الاتصال. لهنايا نرجع للطبق ديال كما راكم تشوفوا، فرشت الطبقه تاع هذوك العواد تاع الكرافس. قلت لكم تقدروا تستغناو على العواد تاع الكرافس لاني انا حطيتهم كقاعده. حطيت لي غوندال تاع البصل وكنت شربتهم بشويه تاع الشرموله. بعد واش درت؟ الطماطم ثاني فرشتها كامل ودرت لها الشرموله. كما على بالنا الطماطم تجي شويه صامطه، لازم لها تشرميله باش جينا بنينه. ناخذ قطع السردين واش ندير؟ هذا للتزيين فقط، نحطهم هكا. لهنايا نتوما ولا حبيتو ما ديروش هالطريقه اللي درتها انايا، واش ديروا؟ تحكموا الحبه تاع السردين ديروها هكا. كاين زوج طرق لتزيين هالطاجين، سواء الحبه تاع السردين كامل ديروهم هكا صاير داير، سواء ديروا هذه الطريقه اللي درتها انايا. انا تعجبني هالطريقه لانه الشكل تاعها بزاف شباب. نتوما لو حبيتو تخلوا الحبه هكا كما قلت لكم اغلقوها وستفوهم كامل صاير داير حتى تعمروا كامل الطاجين ديالكم. لهنا واش ندير؟ نقعد نغلق في الحبات ديالي، لانه انا كما قلت لكم نحب المنظر يكون شباب تاع الماكولات ديالي. انا ما نبازيش غير على البنه، نبازي ثاني على العين كما نقولوا، كي تشوف العين تاكل قبل الفم.
نحكم السردين تاعي الحبات هكا نروليهم فقط، نديرهم فوق هاد الخضر لهنايا. لا ما عندكمش طاجين حاولوا ديروا هاد الطبق ديروه في حاجه ثقيله وتكون ماشي عاليه باش تقدروا تخدموا. ناخذ هاد لي فيلي تاع السردين. مام لا حبيتوا هاد الوصفه وما عندكمش طاجين حبيتوا تسهلوها على رواحكم، حنايا كي تشهوا وصفه ولا ما نخلوها لكمش في قلبكم، ديروهم في بلا يروح للفوق بصح ماهوش حيجيكم لوغو كيف كيف كيما الطاجين. ناخذ اتصال. الو الو الو، مع الخير عليكم. صباح النور. واش راكي صافا؟ صافا الحمد لله. سؤال عليك انتيا؟ صافا الحمد لله. الحمد لله يا ربي لاباس. كيف عليك الخير؟ شكون معايا؟ صافا الحمد لله في نعمه. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. شكون معايا؟ سيينا الطبق تاعك شابين بزاف الله يبارك. يعطيك الصحه يبارك في سلامتك. معك سوريا من مدية. مرحبا بك وبنات المدية. الله يسلمك حنونة. قصر البخاري. قصر البخاري مرحبا بك وبنات قصر البخاري. ايه الله يعيشك. كاش ما كي حابه طالب كاش وصفه كي حابه نوجدوها لك؟ والله والو حنونة انا نشوفه معاك ورانا دايما نسيو راهي الوصفه تاعك بزاف شابه. الحمد لله. وراهي تنجح لنا. الحمد لله يا ربي. هذا واش نحوس انا يا غير الوصفه تنجح لكم، ما تنساونيش برك بدعاوي الخير ان شاء الله. يعيشك ان شاء الله. عندي ديديكات برك. تفضلي. ديديكات كامل الناس قصر بخاري مديه وبن لافامي بن فريح وبدران. ان شاء الله يكونوا كامل في الاستماع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صحيتي حنونه وربي يعاونك ان شاء الله. شكرا يعطيك الصحه. لا شكرا على واجب. شكرا على الاتصال. زنزية صحيتي. يعيشك سلامه. نشكر المتصلين الوفيين اللي راهم دائما يتبعوا في البرنامج تاعنا، وعلى بالي راكو تعياو باش تحكمونا بصح انا نقول لكم كروا الاتصال لانه شويه صعيب بصح تحكمونا مع الوقت لانه الناس كامل تحوس تعيط لهذا البرنامج. بصح انتم كسروا شويه راسكم الا تحبونا، كسروا شويه راسكم راكم رايحين تحكمونا. نقول لكم ابقوا اوفياء لبرنامجكم الاسبوعي اللي ما يخطيكمش على مدار الشهر، على مدار الاسبوع مدة ساعة ونص نحاولوا فيه نعطوا لكم اطباق شهية اقتصادية. فخفوا مام ما تكونش الوصفة اقتصادية فاحنا نحاولوا نعطوها لكم الوصفة. اكتبوها ما تنسوش اكتبوها مليح، حكموا اجندا وستيلو واكتبوا كامل الوصفات. نهار على بالي المرأة الجزائرية تعرف تقتصد، تعرف تخبي شوية دراهم دو كوتي. نهار تحبوا ديروا ديك الوصفة شرو لها لي زانغغيديون تاعها غير بالعقل وديروها. حنا لهنا مادا بينا نلبيو لكم كامل الرغبات. لهنا السردين تاعي جاني سوا سوا طاجين، هاد الدرسة ما نرميهاش. واش ندير؟ نكمل نرولي هاد الحبة ونحطها هنايا في الوسط. هاكو شوفوا الشكل شحال جميل، قلت لكم انا اعتمدت هاد الشكل لانه يعجبني. لا ما حبيتوش تبعوني انا واش راني ندير، حطوهم حبات حبات كيما وريت لكم مقبل. لهنا واش ندير؟ هاد الشرميله ما نرميهاش، نضيفها للشرموله الاولى دوك نعاود نفرغها كامل فوق الطاجين ديالي. لهنايا ناخذ هاد الشرموله نفرغها. هاكا تشوفوا ما رانيش رايحه كامل ندير الماء، اباغ هذاك النص كاس ولا شويه اللي زدتو لهنا لهاد الشرموله. الماء هنايا حيجينا من هذوك اوراق الكرافس والحبات تاع البصل والطماطم. كيما على بالنا الكرافس البصل الطماطم كاع خضار فيها الماء. لهنايا الشرميله جامي نرميها، نشللها ونعاود نحطها فوق الطبق ديالي. لهنا واش ندير؟ عندي الزيتون فيولي اللي يتماشى بزاف مع هاد الوصفات. واش ندير؟ نحاول نديرو للتزيين هنايا. هاد الزيتون كيما نعرفوه شويه مر، حيمد لي المروريه هذيك مع هذيك السردين يجي بزاف بنين. نحاول ندورو ساير داير على الطاجين. لهنايا كي نخدمو نحاولو نزينو الشكل
ما نحطوش هكا كبرك، نحاولو تاني نزينو الشكل تاع الطبق ديالنا. هنايا ناخذ حبه فلفل حمراء، هنا دو بريفيرونس تكون عندكم حبه فلفل حمراء وحبه خضراء باش تكاسيو بها الالوان. هنا نجيب بكين فلفل تاعي بيان سور كنت غسلته، نحيت له الزريعه، الفلفل اللي طيبته به من قبل نغسله ونحي له هذاك الراس ونحي له الزريعه. كثرنا شويه من الاتصالات اليوم، عندنا جائزة معتبرة من عند البارتنير تاعنا تيك وود، عندنا اون بانينينوز تحقوها في الصيف باش ديروا لي ساندويتش تاعكم ولا لي بانيني ديالكم. حاولوا تتصلوا باش تكونوا فايزين بهاد الهدية. هنايا عندي اعواد هكا تاع فلفل احمر للتزيين فقط باش اللون تاع الطاجين ديالي يجيني شباب. نحط هذه هنايا. لهنا قلت لكم اللي عندكم فلفل الخضر ديروا وحده فلفل خضراء وحده حمراء باش نكاسيو لي كولور. لهنايا في الاكل لازم تعتمدوا على لي كولور، وسختو الدراري اللي ما ياكلوا لكمش الخضره حاولوا ياكلوا الخضره. لهنا كي يشوفوا يجيب لهم ربي راهو فيه غير سردين هاد الطبق، بصح وراهو فيه خضار نقدروا ناكلوهم سختو اللي ما يحبوش الخضار. هنا هادو الاعواد تاع الفلفل درتهم للتزيين فقط، تقدروا تستغناو عليهم. لهنا اللي هو اساسي في هذا الطبق الخضار والسردين والشرموله ديالنا. نحاول نزين الطاجين ديالي كما راكم تشوفوا، نزيد وحده منا. لهنا قلت لكم روحوا طبخوا في خاطركم وفي عقلكم، ما تكونوش مقلقين باش الطبق تاعكم يجيكم شباب ويشهي. هاكو تشوفوا المنظر تاع الطاجين شحال شباب. هنا نسحق اون ترانش سيترون نديرها طيب لي مع الطاجين. لهنا الزيتون لو كان هاد لا ترانش تاع الليمون لو كان نطيبها هكا حتسلق لي مروره للسردين، واش ندير؟ ندير لها الملح، هذاك الملح حينحي لها المروره. وتشوفوني حكيتها مليح بالملح ونحطها في وسط التعجين. ناخذ اتصال. الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كراك الاخت ناديه؟ الحمد لله. السؤال عليكم. حتى انا راني فرحانه كي سمعت صوتك. عارفه راني في مده شهرين ولا وانا نحاول. يا خاشتي اتصالات شويه صعب معانا بصح. دروك جبتي عطيتيني كواسي قلت عاودوا عاودوا. شفتي؟ لازم الواحد ما يقطعش الامل دائما في هذه الدنيا. الله يسلمك والله العظيم راني فرحانه كاني نهضر معاك. انا ثاني سعيده بالاتصال ديالك. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. يسلمك تعيشي. من زين من طياب من حطه من ظرافه من جواب من كل شيء. الله يسلمك حبيبتي. الله يسلمك، شكرا على الكلمات الراقيه. الله يسلمك. انا ام محمد وريحان من وهران. مرحبا بيكم بناس وهران. الله يسلمك الله يسلمك، واني فرحانه تموك راني فرحانه ومش قادره نهضر. لا هضري عبري على طبيعتك، كوني على طبيعتك لهنا راكي في دارك. الله يسلمك. عيطي اتصلي الحاجه اللي حابه تقوليها قوليها لنا. الله يسلمك. لا توحشينا قولي لنا. ولا راني نهضر معاك دروك. شرف ليا حبيبتي. والله العظيم راني مانيش مامنه روحي. شرف ليا هذا يا حبيبتي. المهم انا بغيتك تعاود. شوفي تالمو كل يوم نعاود نبقى غير نعاود نعايد نعايد ما سمعتش غايه لي زانغريديون تاع لاباتاشو وتاع لي زومبورغر تاع البارح. لما دابيا كنت عاوديهم لي. ان شاء الله نحاول نعاودهم لك في اخر الحصه، لانه انا كي نكون مركزه مع طبق ننسى شويه المقادير ونخاف نعطيك الوصفه خاطئه. الا نسيتك اليوم غدوه ان شاء الله نكتبهم في ورقه ونجيبهم نعاود لهم لك باش نعطيك الوصفه صحيحه. صحيح. ولا عندك فيسبوك ولا ولادك ولا ما على باليش شكون عندك صفحه تاعنا تاع الو شيف على الفيسبوك، رانا نكتبوا فيها كامل الوصفات. ان شاء الله ان شاء الله. كاش ما عندك طلب اخر؟ كاش اطباق راكي حابتها؟ معاك. يا عيشك. اي السلام عليكم. سلامة. شكرا على الاتصال. سلامة. لهنايا واش ندير؟ العجين تاعي كيما شفتوا راني حطيته اي طيب. كيما قلت لكم دائما اشرقوا هذه القاعده
ثمن تاعها رخيص، حطوها باش الطاجين تاعكم ما يتكسرش. وكي تشرو طاجين تاكدوا مليح باللي راهو تاع طياب. باش تعرفوا بلي راهو تاع طياب مره اخرى نوريكم القاعده. وعندنا هذا الثقب اللي هنايا، معناتها هذا الطاجين نقدروا نطيبوا فيه، هذا الثقب يخرج منه لهوة، معناتها هذا الطاجين نقدروا نطيبوا فيه. واش ندير لهنا؟ الطاجين تاعي راهو واجد يشهي، راني نستنى فيه بفارغ الصبر كي يطيب، نغلق عليه ونخليه يطيب. لهنايا حيشد لي شويه طياب واحد 40 دقيقه. ثم لا حبيتوا تسرعوا الوصفه واش ديروا؟ حكموا بابي كويسون، غطيوا هذا الطاجين وغلقوا عليه، حيطيب لكم في مام با 20 دقيقه. لهنا نخلي الطاجين تاعي لانه مازال عندي شويه الوقت، نخليه يطيب. فين يطيب ما تحلوش وما تطلوش عليه باش هذاك البخار وهذيك البنه تقعد كامل الداخل. لهنايا عفوا نسيت البطاطا ها مع الطماطم، حتمد لي طعم بزاف بنين للسردين ديالي. نتوما ما تنساوهاش في الوصفه ديالكم، ديروا لها تشرميل من الفوق وفرشوها مع الطماطم. هنايا عندي لو فوندون او شوكولا. فوندون او شوكولا كنتو طلبتوه بزاف في الصفحه ديالنا، حاولت نلبي لكم الرغبات. طلبتو ثاني وصفه لابابا، ان شاء الله غدوه لا كنا ملحيين نوجد لكم لي بابا اللي كنتو طلبتوهم بزاف. لهنا للفوندون تاعي واش نسحق؟ هذه شوكولا اللي تزيين نحيها منها، نسحق 4 بيض، نسحق 50 غرام سكر او زوج ملاعق، زوج ملاعق معمرين مليح، نسحق زوج ملاعق فارينه ثاني معمرين مليح، ونسحق 150 غرام شوكولا، ونسحق لهنايا 3 ملاعق مارغارين. لهنايا نكمل المقادير تاعي، راح فاصل قصير ونولي لكم بعد قليل. رجعت لكم بعد فاصل اشهاري قليل. هاكو تشوفوا الفلفل تاعي علاش حبيت نوريه لكم. قلت لكم ما تكترولوش الماء لانه هو راهو رايح يفلق لنا الماء. لهنا كو تشوفوا الحجم تاعو حبط، معناتها راهو رايح قريب يطيب لي. لهنايا كي ندخل هاد الفرشيطه تدخل لي فاسيلمون، الفلفل تاعي راهو طاب. هاد الوصفه طيب في الكوكوطه. ولا حبيتوا الوصفه تاع زمان، الفلفل تاعكم ديروه ايفور فقط. الطاجين راهو يطيب، نعاود نولي لكم الوصفه الفوندون او شوكولا. شكون فينا اللي ما يحبش لو فوندون او شوكولا؟ لهنايا نعاود لكم المقادير. عندي 4 حبات بيض، عندي زوج ملاعق سكر معمرين مليح، ولا درتوا زوج ملاعق سكر ماشي معمرين مليح ديروا 3 ملاعق. عندي زوج ملاعق فارينه ثاني معمرين مليح بومبي، عندي 150 غرام شوكولا، وعندي 3 ملاعق مارغارين. لهنا الطريقه سهله، نسحق انكاسول ندوب فيها الشوكولا مع الزبده. لهنا حندير شوكولا دوبلي مع الزبده في حمام مائي. لهنا الفوندون ما ديرولوش شوكولا تاع الكلاصاج، ديرولو شوكولا نوعيه مليحه، لانه لو كان ديرو شوكولا تاع الكلاصاج ما حاش تنجح لكم الوصفه. واش ندير هنايا؟ لما درتو يسخن ناخذ هاد المارغارين اللي هي 3 ملاعق، ولا حبيتو بالميزان 60 غرام. لهنايا 150 غرام شوكولاته سوداء، الفوندون يجي بزاف بنين بالشوكولاته السوداء. 150 غرام وعندي شويه للتزيين. واش ندير؟ ندير 3 ملاعق تاع المارغارين مع 150 غرام تاع الشوكولا، ونحطهم يذوبوا في حمام مائي. الماء مازال ما سخنيش، ما نحطش هكايا، الا حطيت هكا الشوكولا تاعي حتنحرق لي. كي يسخن هذا الماء باش نحط، هذا هو لو برينسيپ تاع الماء تاع لو بان ماري او حمام مريم ولا حمام مائي، كل واحد كيفاش يعيط له. لهنايا نجيب ان ريسيبيون ونكسر الحبات تاع البيض ديالي. لهنا عندي 4 حبات بيض صغار، شويه ما ديروش 4 حبات بيض كبار. لهنا ندير الوصفه ديالي ونوري لكم القوام تاع الفوندون والشوكولا اللي حنديروه اليوم. لهنا على بالنا هاد لو ديسير يمشي مع اون بول دو غلاس. لهنايا ندير قرصه تاع الملح. الفوندون كي يكون بالشوكولا سوداء يحب القرصه تاع الملح، حتعطي تناسق مليح للاذواق تاع لي زانغغيديون ديالنا. عفوا نضرب البيض شويه هكا، ومن بعد نضيف هاد السكر
هنايا نحاول نطلع مليح هذا البيض مع السكر. نحرك مليح هنا، نحاول نحي نقي شويه لو بلان دو طراي تاعي. انا نحب كي نخدم في المطبخ ما يكونوش دوزر بزاف قدامي، لانه نتقلق من لي زانغريديون كي يكونوا بزاف، وراح نتقلق شويه في الخدمه. نتوما ثاني في الدار الحاجه اللي ما تحقوهاش حطوها، ولا الماء اللي تحطوهم شلوهم باش ما تصعب لكمش طريقه العمل. سورتو الا درنا حلويات في الدار، كيما على بالنا الحلويات يديروا بزاف الماعن كي نخدموهم في الدار. الا عندكم طفله صغيره ولا علموهم دائما يدخلوا للمطبخ ويديروا لكم رغيوه لهذوك الماعن. لمعلوماتكم انا لست من محبين غسل الاواني. نضرب البيض مليح مع السكر. لهنا علاش نضرب البيض؟ باش ما يتحرقليش كي ندير لي فوندون ديالي يطيبوا. نحاول نحرك غير هكا بالفويل، لهنا ما نسحقش باتور. ناخذ مكالمه لنهار اليوم. الو 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 مساء الخير. مساء النور. شاف ناديه؟ نعم شاف ناديه. نعم واش راكي مرادة؟ الحمد لله. السؤال عليك. والله كيما وحدك مدبره في راسك. يعيشك. مسعتنا ما خليتي ما ديري. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. يعيشك. يعيشك يسلمك. شكون معايا؟ ربي يخليك. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله امين يا رب. شكون معايا؟ واش نقول لك؟ كل شيء درتيه لنا. يعيشك. ما ديري. ماكي حابه حتى وصفه. ودي انا ام سهيل مقفول. الو؟ على ما اظن انقطع الاتصال، دوماج. سمعتها قالت ام صهيب جو بونس. تحياتي لك ام صهيب، حاولي الاتصال. مالغي انقطع الاتصال حتدخلي معنا في السحب تاع الهدايا. الله غالب المكالمه كانت رديئه انقطعت. صح انا سعيده كي سمعت صوتك. لهنايا ندوب الشوكولا مع الزبده. عندي 150 غرام شوكولا، عندي 3 ملاعق زبده اللي هي 60 غرام. لهنا الماء تاعي راهو يغلي. نقصوا له دائما النار، ما تخلوش الماء هذا يفيد لكم على الشوكولا، حيخسر لكم الوصفه. لهنايا حبيت نقول لكم انا مانيش دايره الصفاره ولا لوسيفلي لا كوكوت ديالي، لاني لهنا في بلاطو حيجيني ضجيج قوي والمخرج يدير لي حاله على جال الصوت لهنايا. صح نتوما في الدار ديروا الصفايا، هاد الفلفل تاعكم راهو رايح يطيب ليه ليه. الا حبيتوا الوصفه التقليديه الفلفل هذا نقيوه نحيوا له الزريعه، زريعه حذاري وحذاري تخلوها، راهي رايحه توجعكم في الاستوما وتقعد هكاك. سي بوغ سا حنا نحوها من الماكولات ديالنا. نقوا هذاك الفلفل، نحوا له الراس، نحوا له الزريعه وديروه يفور عادي وليو طيبوه هنا في لاكوكوت. وشنو كي ديروه يفور حيطول لكم في الطياب. لهنايا سرعنا الكيفيه ودرناه يطيب في لاكوكوت. الشوكولا تاعي راهي قريب تذوب مع الزبده. حبيت نطلع شويه بقعه غادي نشوف لا راهو غلا. ناخذ اتصال. الو الو ناديه مساء الخير. مساء النور. واش راكي؟ صافا الحمد لله. يعيشك. معك كنزة قروج من باب الواد. مرحبا بك كنزة وبنات باب الواد. الله يسلمك. يعيشك. واش راكي؟ ولا غلابه انا نتبعوا فيك، نورتي شاشة. يعيشك منوره بك حبيبتي. الله يسلمك. صافا الحمد لله. الحمد لله. كش ما عندك طالب؟ كش اطباقك حابه تشوفيها معانا؟ حبيت لابايلا. لابايلا ولا غاني دايرتها في البروغرام، نحاول نديرها لكم هاد الايام. يعطيك الصحة نادية. يعيشك. شكرا. هذا ما حبيتي. هذا ما كان. راكي ماما يسلم عليك. يبلغ. سلمي عليها بزاف. الله يسلمك. يعيشك. هذا ما كان. اهلا وسهلا. تعيشي. يعطيك الصحة على الاتصال. هاي على خير. بسلامة. صح. صح. لهنايا نولي للوصفة ديالي اللي هي وصفة الفوندون وشوكولا. وزرت لهنايا ذوبت الشوكولا مع الزبده في حمام
ذوبت الشوكولا والزبدة في حمام مائي، وعاونت الزبدة مع الشوكولا باش دابت لي، ما خليتهاش قعدت تغلي 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 حتى تخسر لي الشوكولاتة ديالي. هنا واش ندير؟ نحي هادية من راهي سخونة، وصلنا على هاد لافاس لهنا شوكولا كتشوفوا ما خليتش قاسها الماء وما خليتهاش غلات بزاف. نغير لو فو تاع الطاجين لانه لازم يطيب لي في ظرف قليل، نحاول نديرو على هاد النار بلا ما تنساو هاد الصفيحه اللي راهي رايحه تحمي لكم الطاجين تاعكم باش ما يتكسر لكم. هنا خلي لهنا السردين يطيب لي على نار قليله نتوما في الدار. نولي الوصفه تاع الفوندون، السكر والزبده السكر والبيض عفوا ضربتهم مليح، عندي ربع بيض زوج ملاعق سكر معمرين مليح، تقدروا تروحوا حتى ثلاثه لما كانوش معمرين مليح، 150 غرام شوكولاته سوداء وثلاثه ملاعق مارغرين، نحطهم فوق هذا البيض والسكر ونحرك غير بالعقل. هنا نجيب انستاتول ونخليش هاد شوكولا تروح لي هكاك، نحيها كامل من هاد لو ريسيبيون. ريحة شوكولا سوداء راهي دايرة حالة مع السردين لهنا في البلاطو. ليكيب تكنيك نشهيها بالجنة ان شاء الله، ونقول لهم يعطيكم الصحة، راهم على قدم كيفاش يقولوا قدم وساق ولا يد وساق باش يمشي هاد البرنامج ديالنا. ناخذ اتصال. الو 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 مساء الخير شاف ناديه. مساء النور. الو الو مساء الخير. مساء الخير شاف ناديه. الانوار واش راكي؟ صافا لاباس الحمد لله. السؤال عليكم. منورتنا. منوره بيك وبالاتصال تاعك. الله يسلمك. يعيشك يعيشك. شكون معايا؟ معك عائشة من حسين داي. مرحبا بك عائشة وناس حسين داي، راكي قريبة لينا بالبزاف لهنا. الله يسلمك. يعيشك. كاش ما عندك اقتراح؟ كاش طالب؟ كاش وصفة كي حبتها؟ هاد الوصفة تاع السردين مع الأول ما شتهاش. داكوغ. ما شتي والو، ما شتيش كاع الوصفة ولا نعاود لك الدرسة؟ الدرسة هذه ما شتهاش. داكوغ، نحاول نعاود لك دوك الدرسة بعد قليل. عجبتك الوصفة تاع السردين تاع نهار اليوم؟ عجبتني وكي عاد تلمو عجبتني. خلاص بعد قليل غير تكوبي نعطي لك المقادير تاع الشرموله. ربي يوفقك. يعيشك يعطيكم الصحه ويزيدك في ما كثر ان شاء الله. امين يا رب. امين. كثروا لي غير من هالدعاوي. ربي يقدرك. امين يا رب. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه انت على الاتصال. تعيشي. يعطيك الصحه. شكرا. سلامة. لهنايا الفوندون تاعي راهو واجد، تعرفوه طريقه سهله جدا، وهاد لو ديسير بزاف بنين كامل نحبوه. هاد لو ديسير يترافق مع اون بول دو غلاس، هو يكون هكاك سخون، هاد لو ديسير يتكل سخون ولا بول دو غلاس بارده قدامه بيان سور. لهنا عندي ديمول، انا خيرت هكا ديمول عاديين، ثم في الدار تقدروا ديروهم في ديمول تاع فلون اللي يدخلوا للفوق، ولا ديروهم في ديزون بورت بياس في الغون ولا كور ولا، المهم تكون عندكم امول تدهنوها مليح وبالزبده، دهنوها مليح بالزبده والفارينه. تاعي مليح كيما على بالنا، هاد الوصفه ما فيها لا خميره كيميائيه لا والو، هذاك البيض مع الشوكولا حيديفلوبي لي، وهاد لو فوندون يطلع لي ويجي بزاف شباب. لو فوندون علاش ما ينجح لكمش؟ هو الحاجه الصعيبه فيه هي لو طون دو كويسون ولا وقت الطياب.
لهنايا هذا وقت طير تاعو ما يفوتش 8 دقائق، الا خلينا اكثر من 8 دقائق حتنشف لافات وما يجيناش ان فوندون. لو برينسيپ تاع فوندون واش معناتها؟ كي طيب ونحلو هكا بالفرشيطه يسيح لي كامل هذاك الفوندون. الا راح نطيبوه بزاف الوصفه ما حاش تجيكم كيما راكم حابينها. راكم تشوفوها وصفه سهله مقاديرها صغيره، بصح الا طولتوا لها في الوقت تاع الطياب ديالها ما راهيش رايحة تجيكم الوصفة كيما راكم حابينها. أنا لهنا لي فوندون تاعي عمرتهم شوية ليمول باسكو نحب الفوندون يجي شوية عالي. لهنا هاد الوصفة تخرج لكم حتى لستة حبات فوندون. هاد التحلية فرنسية راقية جدا ونحبوها كامل. قلت لكم الشي صعيب فيها هو وقت الطياب، دوك نقول لكم على وقت الطياب. لهنايا انا نقول لكم 8 دقائق بصح نتوما لا الفور تاعكم سخون بزاف يقدر حتى 5 دقائق يطيب لكم. كيفاش تعرفوا باللي طاب؟ تروحوا للفوق تاعكم تشوفوا لهنايا هاد لو فوندون دار طبقه ناشفه لهنايا معناتها راهو طاب مالغري تدخلوا صبعكم وتصيبوه مشمخ خلوه هكاك لانه هذا هو لو برينسيپ تاع لو فوندون او شوكولا. الا حبيتوه طايب بزاف ما حبيتوش هكاك سائل خلوه كتر، ولا الفور تاعكم بارد معناتها حيقدر يشد لكم شويه اكثر من 8 دقائق بصح ما تلحقولوش حتى ال 15 دقيقه لانه ماكسيموم 12 دقيقه. ناخذ اتصال. الو 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 مساء الخير. مساء النور. الو مساء النور. مساء الخير شيف نادية، واش راكي؟ صافا الحمد لله، السؤال عليكم. يسلمك السيدة شعلان من بجاية. مرحبا بك سيدتي. يرحم والديك. مرحبا بناس بجاية. شكرا على واجب حبيبتي. ونقولك يعطيك الصحة وربيعة ونكون إن شاء الله. آمين يا رب، صحح إيمانك. ويعطيكم الصحة على كل الوصفات اللي راكم تقدموهم لنا. لا شكرا على واجب. وربي يعطيكم الصحة ويوفقكم إن شاء الله. وسلامي للسيدة ليلى زهرة. يبلغ سلامك. وماما نعيمة. ويعطيك الصحة وربي يعاونكم إن شاء الله. شكرا على الاتصال، يعطيك الصحة، سلامة. سلامة. نكمل نعمر ليمول ديالي. هاد الوصفة سهلة جدا، أكشتوها في منفع 10 دقائق كنت حضرتها. هذه تحلية فرنسية راقية تتكل سخونة مع انبول تاع لاكريم. شو ندير هنايا؟ قلت لكم طريقة لاكويسون تاعهم اللي شوية ماشي صعيبة هي، بصح حنا كون طيبوهم بزاف ما يجوناش فوندون نقول الوصفة خاطئة هي. لا لا، أنا اللي لازم نتحكم في وقت الطبخ تاعها. قلت لكم هي تاخذ من 8 دقائق حتى 12 دقيقه وانتوما والفور ديالكم. انا نقول لكم 8 دقائق صح انتوما لا رحتوا نسيتوها لقيتوها ماشي طايبه تنحوها بعد تقولوا ما جاتناش الوصفه صحيحه. نو، الفور تاعكم الا سخون بزاف 8 دقائق تشوفوها نشفت من الفوق وتحطوا صبعكم ابان تلقاوها مشمخه شويه لداخل معناتها راهي طابت. ولا رحتوا بعد 8 دقائق ولقيتوها مازال ما دارتش طبقه على شغل طايبه من الفوق على نشفت هذيك الطبقه معناتها تقدروا تزيدوا لها حتى 3 دقائق او 4 دقائق. لهنايا حنا نعطو لكم الوقت تاع لاكويسا بصح نتوما والفور ديالكم. العجين تاعي راهو يطيب، شوفوا ما درتلوش الماء بصح كيفاش تطلق الماء هنايا.
السكين باش ندير لهنا الخيار تاعي راهو مغسول، الحبات تاعي تاع الخيار راهم طريين وصغار كيما راكو تشوفوا، الماء تاعهم راهو يترتق وحده. دونك واش ندير، ما نحيلهمش القشره، الا كانت عندكم الحبه كبيره وشفتوا القشره تاعها شويه خشينه نحيولها القشره. هنايا نسحق السلطه تاعي اون بتي دي، معناتها مربعات صغيره، نحاول نقطعهم شويه رقاق، نقطع الخضار كامل على هذا الشكل، طماطم والخيار. لهنايا هاد السلطه تاع الخيار بزاف بنينه مع البصل والطماطم، وندير لها شويه معدنوس ولا فينيغرات بيان سور، ونخليها تتلق لي حتى يوجد الطبق ديالي. هنا واش ندير، السردين تاعي راهو يخرج لي شويه الفوار منه، نحاول نقص له للنار. لهنا هاد السلطه قطعوها بتي دي، ما تقطعوهاش كبيره. هاد السلطه نديرو لها لا فينيغرات من قبل ونخلوها تدبل، حتجي بزاف بنينه. عندكم الخيار ولا شفتوا الحبه تاعكم كبيره والقشره تاعها خشينه، ديروا نحو لها القشره. انا تعجبني كي نديروها بالقشر تاعها، حتمد لنا لون شباب السلطه ديالنا. هنا واش ندير، نقطعها مربعات صغيره، ما تخلوهمش كبار، ما حاش تجي بنينه هاد السلطه كي تكون الحبه مقطعه كبيره. قطعوها دائما مربعات. ناخدو اتصال. الو الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شات ماديا؟ نعم تفضلي. وكيف داير اختي؟ كي غايه؟ صافا الحمد لله. السؤال عليك. ربي يسلمك، راك مزهيتنا وكي مشاهيتنا. يعيشك، نشاهيك بالجنه ان شاء الله. ربي يحفظك. امين. شكون معايا؟ على ما اظن من الغرب. انا من غليزان. غليزان، مرحبا بك وبناس غليزان. ربي يخليك الله يهنيك. يعيشك. شاهيتيني بداك الطبق اللي درت دوك تاع الشرزين. نشاهيك بالجنه ان شاء الله، لو كان راكي قريبه لينا نعرضوك تذوقي معنا هذا الطبق لنهار اليوم. يسلمك، ربي يخليك حنونه يسلمك. يعيشك، لا شكرا على واجب. كاش ماكي حابه، كاش وصفه، كاش طبق، كاش؟ انا باغيه لو تارت والبابا. البابا ان شاء الله غدوه لو وفقني الله نحضرها لكم غدوه مع المنيو تاع النهار غدوه ان شاء الله. ولي طاخت كل مره نحاولوا نلبوا لكم رغبه من الرغبات ديالكم. حبيتي لي طاخت خويا هكا؟ الله يسلمك حبيبه، الله يسلمك. كيفاش صافا؟ الحمد لله، يسقط عليك الخير. يسلمك يسلمك، نوجه لها تحيه من هذا المنبر. يسلمك، ربي يخليك. يعيشك. الحمد لله لكم بخير. يحمد رايك. الله يعاونك. تعيشي، شكرا. وتحية لكل الفريق اللي راه معاك. يعطيك الصحة. يسلمك، ربي يخليك حنونة، صح. شكرا على الاتصال. يسلمك، ربي يخليك، بالسلامة، صح. بالسلامة، يعطيك الصحة. بالسلامة حبيبة. لهنايا السردين تاعي كيما راكم تشوفوا راهو يفيض شوية، لانه السردين وهذوك الخضار تلقوا بزاف الماء ديالهم، ثم ما تخافوش منه. لهنايا نحلو شويه جوست باش يشرب لي هذه المرقه، ونعاود نغلق عليه باش ما يفيدليش هاد المرق. لهنا كي تشوفوا هاد الكوارث في المطبخ ما تتبانيكاوش، الماء فاض لكم شويه نقصوا عليه للنار وخلوه يطيب غير بالعقل، لانه كي زدنا له شويه النار باش نسرع الوقت فاض لي هذاك المرق.
هنا عندي حبه بصل صغيره كنت درتها لهاد السلطه. تقدروا تستغناو على الحبه تاع البصل للناس اللي ما يحبوش البصل، بصح نقول لكم البصل حيمد لكم طعم بزاف مليح لهاد السلطه، سورتو كي نديروا لها لا فينيغريت ونخلوها تدبال لنا. هاد البصل راهو رايح يدبال ويمد لنا طعم مليح لهاد السلطه. حاولوا البصل تقطعوه قطع صغيره باش ما هذاك الذوق تاع البصل القاسح ما يغلب لكمش هاد السلطه. هنا السلطه تاعي عندي لا فينيغريت خفيفه، رشه معدنوس ونخليها نرافقها مع هاد السردين. كما نعرفوا السردين كامل يحب سلطه ولا مشروب بارد مثل عصير الليمون. هنا على بالي الليمون راهو غالي، بصح حنا دائما كي يكون وقته نحاولوا نستفادوا ونشرو كميه كبيره ونحتفظوا فيه في المجمد باش كي يغلى السعر ديالو نديروه في الوصفات ديالنا. هنا واش ندير، هذا الشوكولا نزين بها لي فوندون ديالي، ندير لهنا شويه تاع المعدنوس ونجيب ندير لا فينيغريت لهاد السلطه. نطلع الفوندون ديالي، الفوندون كما قلت لكم ما لازمش يطيب بزاف. الفوندون تاعي راهم وجدوا، الفور تاعي كان شويه سخون وجدوا لي في ظرف قصير. شوفوا لهنا قلت لكم الفوندون ما فيهش لا لوفور، بصح هذيك الشوكولا مع الحبه تاع البيض راح ديفلوبي لكم، والحبه تاعي راكم تشوفوا فيها كيفاش طلعت. لهنايا الوسط ما لازمش يكون طايب بزاف. الو 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 الو، انا في الاستماع. الو الو، تفضلي. الو هاني نسمع. السلام عليكم، كي راكم؟ السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كي غاية اختي صافا؟ صافا يسكت عليك الخير، وانت يا لاباس؟ لاباس الحمد لله، شاهي الحمد لله يا ربي. عندك الشاردين. نشاهيك بالجنة إن شاء الله. صحيت الله يحفظك، والله العظيم الأطباق تاوعك توجور يخرجوا لنا نيشان. يعيشك. كاش معاكي حابة طلب؟ كاش طبق راكي حابة نديروه لك؟ لا والله العظيم شوفي أنا كانت أمنيتي نهضر معاك، أنا كي هضرت معاك سي ديجا بوكو. يعيشك يعيشك، أنا تاني سعيدة بالاتصال ديالك. راكم الشروق، راكم نمبر وان. يعيشك شكرا. ربي يحفظك ونهاركم مبروك. تعيشي على الاتصال، يعطيك الصحة على الكلمات الراقية، شكرا. صحيتي. لهنايا ندير لا فينيغريت للسلطة ديالي، نسحق خل البستان. هنا ندير خل احمر حيمد لي طعم بزاف مليح لهاد السلطه. نحي هاد تاع الكركوت لاني ما نسحقوش، وناخذ الخل ديالي. لهنا واش درت في هاد لا فينيغريت؟ درت 12 ملعقه زيت، درت مزيج ما بين زيت زيتون وزيت العادي. اللي يحب زيت زيتون يدير زيت زيتون، واللي يحب ما يحب زيت زيتون يدير زيت عادي. انا درت مزيج بيناتهم باش ما يجينيش الكو قاصح. هنا 12 ملعقه زيت بثلاثة ملاعق خل. هنا عندي خل طبيعي، اللي يحب لوكو تاع الثوم يدير خل بالثوم. زيت نسحقو لهم بعدا. واش ندير لهنا؟ ندير ملح وفلفل اسود في هاد لافينيغريت. هاد لافينيغريت ما نكثرلهاش المقادير، فيها غير ملح وفلفل. صوص فينيغريت ديالي هنايا نضيف لها رشه ليمون حتى تطعم مليح لهاد السلطه. هاد السلطه قلت لكم ديروا لها لا فينيغريت من قبل كي حيدبالوا هذوك الخضار، تجينا بزاف بنينه. باش ندير نفرغ هاد الفينيغريت على هاد السلطة، نخليها تتماغينا، الشكل تاعها يشهي. كترو لها لافينيغريت وخلوها تدبال غير في عقلها وتشرب هادوك المقادير. هنايا
الوصفات تاعي راني قريب نكملها. منيو خفيف ظريف كما شفتوا، السردين نحبوا نكونسوميوه بزاف في الصيف، والسعر تاعو اليوم ما لقيتوش بزاف غالي في الاسواق. ناخذوا اخر مكالمه نهار اليوم. الو. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. معك عز الدين من سطيف اختي. نعم، معك عز الدين من سطيف. مرحبا بك عز الدين وبناس سطيف. الله يسلمك. يعيشك. نشكركم عيط بقى، نشكركم على الحصة هذه، بارك الله، الله يبارك ما شاء الله. لا شكر على واجب. أطباق متنوعة، الله يبارك. الحمد لله يا ربي. صفكك متتبع وفي لهذه الحصة. والله ديما جاتنا في وقت القيلة نعقبوا بها الوقت القيلة ديما تقريبا. الحمد لله، معجبينكم الوصفات، كش ماركو حابين وصفات تشوفوها. والله غير الله يبارك لكم، تقدموهم كل ما شاء الله يعني، تبعناهم الله يبارك ما شاء الله. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. يعيشك. يعيشك. ربي يكون في عونكم إن شاء الله. شكرا، يعطيك الصحة. عفوا، ربي يسلمك. يعطيك الصحة على الاتصال. شكرا، على خير، سلامة. سلامة، صح. صحة. آمين يا رب. لي فوندون تاعي راهم واجدين، الفوندون لهنايا كيما قلت لكم ما تخلوش يطيب لكم بزاف، كون شفتوه كي خرجتوه من النار من الفرنو كان طالع، مي تمتم عاود حبط له الفوليوم ديالو. هنا الفوندون راه واجد، السلطة راهي واجدة، الطاجين راهو بخاس كيطيب، الطاجين هذا ما نخليش فيه مارق بزاف. واش ندير؟ نخليه يكمل ينشف هذاك المرق اللي فيه، نجوز للفلفل اللي قلت لكم انا نخدمه نديرو في الشطاطح ولا نديرو في الدرسات، لانه لون طبيعي من الاحسن خير ما نستعملو العكري اللي نشروه في الاسواق ما على بالناش كامل واش فيه وهو مضر بالصحه. نشوف ناعمه من فضلها تجيب لي ان ريسيبيون لهنايا، نسحق صفايه ونسحق ان ريسيبيون نحط فيه هذا الفلفل. هذا الفلفل واش ندير له؟ نحطو في ريسيبيون ونميكسيه بلو بغا ميكسور. من المستحسن، من المستحسن في الدار ولا عندكم هذيك لامولينات تاع زمان تاع اليد ارحوا بها، لانه هذوك البقايا تاع القشور ولا كشماز الريعه نسيناها في الحبه ولا حتقعد لكم من الفوق. دونك دو بريفيرونس بالرحيوه تاع اليد ولا لامولينات ولا كل واحد كيفاش يسميها. لهنا قلت لكم انا نحب طريقه سهله وسريعه، ونطيبته في لاكوكوت ونميكسيه بلو بغا. بعد ما نميكسيه واش ندير؟ نصفيه في صفايه تكون شويه رقيقه. كي نصفيه هذاك اللي يحبط لي من تحت واش ندير؟ نعاود نردو للنار، نردو للنار نضيف له غير الملح ونقص له ونخليه ينشف، نخليه ينشف 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 حتى قريب يلصق لي. حذاري تعسوه بالك يلصق لكم. وهذا ما كان، بعد ما ينشف ايتو نحطو في بلارات ونحطو في الفريجيدار. في الفريجيدار نحط دائما كميه قليله نخدم بها، والكميه الكبيره نحطها في كونجيلاتور. كل ما نسحق وصفه نجبدها وندير به. هذا الفلفل انا نحبه بزاف، يمد لي طعم بزاف بنين للشطاطح ولا للدرسات، واللون تاعو طبيعي احسن ما نستعملو العكري. لهنايا نقدر ما نستعملش لوبغا، نقدر نديرها غير في هذا لوغوبو. لهنا واش ندير؟ قلت لكم نقدر نستعمل هذا لوغوبو، ما نستعملش الماء. واش ندير؟ الفلفل تاعي راكو تشوفوا فيه طاب مليح، قلت لكم بالاكو لاكوكوت تاعكم تلصق لكم. انا لاكوكوت هذه تلصق شويه، راهو لصق لي شويه في الجنب. واش ندير؟ نحي هذا الفلفل ونرحيه. بعد ما نرحيه لازم نصفيه، الا رحيتوه بلا مولينه تاع اليد ما تصفيهوش، كلش حيقعد لكم الفوقة. لكن الا رحيتوه بالغوبو لازم تصفيوه باش هذوك البقايا تاع القشور ايتو يقعدوا لكم في الصفايه الفوق. باش ندير هنايا ميكسي هذا الفلفل. قلت لكم هذه الطريقه انا نحبها لانها سهله، لكن زمان واش يديروا؟ يفوروه ويديروه يطيب، يشد لهم الوقت ويرحوه في لامولينات تاع اليد. وانا نشوف هذا الشيء شويه متعب، دونك دو بريفيرونس نسهل شويه الوصفه تاعي.
الفلفل ديالي راهو واجد كما راكو تشوفوا. قلت لكم نردو الكسرونه، واش ندير؟ نجيب صفايه تكون رقيقه شويه، الا درتو بالحيوه تاع اليد حتخلي لكم كاع البقايا الفوقة، صح لو كانت كميه كبيره حتجيكم واعره الطريقه. هذه اسهل طريقه اللي نخدم بها انايا. واش ندير؟ نصفيه، نعاود نردو للنار حتى يشوف له كاع داك الماء، نضيف له الملح برك ونخبيه في بلارات كما قلت لكم، ونخدم به الشطاطح ولا الدرسات لانه اللون تاعو طبيعي وحيمد لنا بنه. نكمل نصفي الفلفل ديالي، ندير له الملح ونحطه فوق النار ينشف، نزين الفوندون تاعي، السلطه راهي واجده، ونولي لكم نتلاقاو في طاوله التقديم. الاطباق الشهيه تاعي لنهار اليوم راهي واجده، طاجين الزيتون، طاجين السردين عفوا بالشرميله شويه سبيسيال بالخضار، سلطه صيفيه راهي تشهي راكو تشوفوا فيها. كنت رافقت هاد لي بلا تاعي بان فوندون او شوكولا، والدرسه اللي قلت لكم عليها ديروها في بلارات هكا وخبوها في فريجيدير، والكميه الكبيره كاع ديروها في كونجيلاتور راكو تشوفوا فيها، درتها تنشف حتى تنشف كامل من الماء ديالها. ندوزو نشوفوا فائز او فائزه لنهار اليوم، حيربحوا بانيني نوز من عند لو بارتنير تاعنا تيك وود. اليوم عندنا فائز واحد، نحاولوا نديروا القرعه مليح. بسم الله. بن فاطمه من قسنطينه، هذا هو الاسم، بن فطيمه، بن فطيمه من قسنطينه. نحاول عليها ولهنا لا بانينينوز، ان شاء الله تعجبكم اطباق نهار اليوم. نتلاقاو غدوه في منيو جديد، وصفات جديده. الطاجين تاعكم ما تنساوش مع الاخر رشوه برشه تاع زيت الزيتون. نلقاو غدوه ان شاء الله في منيو جديد وصفات جديده. تحياتي تحيه ليكيب تكنيك، رجال الخفاء ونعيمه بيان سيغ، بقاو على خير.